مواصلين معاكم في البرايم تايم. دونك باش نحكيو توا على مبادره في شكل رالي بديت من دوز باتجاه تونس العاصمه، بديت في 1 أوت دونك بالدراجات الهوائيه من طرف شباب من جمعيه فجر الصحراء بدوز لبعث رسائل الامل والتحدي. دونك باش نحكيو على المبادره هذه اللي اليوم موجوده في الهواريه. دونك معنا سعاد بن حميد قائد الرحله، يعطينا اكثر تفاصيل. صباح النور. يا سيدي مرحبا بك على راديو ميد، وتحية الجميع أهالينا في دوز. شنو حوال دوز؟ دوز أمور واضحة، سخانة شوية سخانة. ربي معكم يا سيدي. مرحبا بكم في الوطن القبلي. قبل هذا خلنا نحكيو على المبادرة هذه الشبابية، جمعية فجر الصحراء بدوز، الأهداف متاعها واللي بدأت في 1 أوت وتواصلت حتى الليامات هذه، وبطبيعة كنتوا في تونس العاصمة وكنتوا قابلتوا الوزيرة. دونك خلنا نحكيو شوية تفاصيل على المبادرة هذه الأهداف متاعها. أهداف الرحلة هي اخترنا عنوان الرحلة هذه اللي انطلقت من دوز، اخترنا لها عنوان شباب تونس يستحق من خير. نشوفوا احنا الحالية الوضعية الحالية للشباب كيفاش ولات الشباب ولا منحط نقول هكا. اخترنا العنوان هذا باش نكون نمر بها مراحل باش ننشروا الثقة في الشباب. ومن أهم أهداف الرحلة هي السياحة واكتشاف المناطق، لأن عند الوليدات الصغار 13 عام و14 عام فهم بلاي ساسر مرفوش في تونس. مررنا بالبلاي ساسر باش يعرفوا المناطق، وتنمية روح المبادرة للشباب الصغير هذا، وتحمل المسؤولية عند الشباب. الشباب ما عادش عنده مسؤولية، بدي كل واحد يتحمل يعطي المسؤولية لوالديه. احنا حبينا يكون الشباب هذا يتحمل المسؤولية من طرفه، والعمل الجماعي نشوفه حاليا احنا كل واحد بدي يخدم على انفراد واحد وكذا. حبينا ان المجموعه تكون تخدم بار جروب في المناطق الكل اللي مررنا بها، وطيب صحه الشباب اللي معنا يعطيهم الصحة. دونك انتم خرجتوا من دوز نهار 1 أوت، وصلتوا نهار الجمعة 7 أوت، وكنتوا قابلتوا مدام أسماء السحيري دونك وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالنيابة. دونك كيفاش كانت الاستقبال هذا؟ يحكينا شوي. قابلنا وزارة الشباب والرياضة في تونس العاصمة، وكانت الاستقبال بارك الله فيها وبارك الله في المجموعة اللي معها، استقبال كبير. وصلنا رسالة من دول، لأن طلقت من دول، وصلناها باسم كامل شباب تونس اللي هي شباب تونس تستحق ما خير، وكان ترحاب كبير من المجموعة. الوزيرة كانت كذا عطتنا كلمة اللي هي قالت لنا للشباب هذا أعطيه الصحة، لأننا نشوفه شباب صغير 13 عام و14 عام يقوم برحلة كما هكا دونك تفاعلت مع الموضوع هذا يا سورتو. واضح انتم طبعا موجودين في الهوارية. احنا حاليا في الهوارية. احنا كما قلنا انطلقت من دوج مرونة بالتصطيم قفصة سيد ابو زيد، حاجب العيون، مكتر، سليانة، برقو، بعرادة، منزل بوزلفة، وقربص مرونة بتونس. قربص الهوارية اليوم عندنا اليوم العاشر. الرحلة لدوم 18 يوم. مررنا بالولايات هذه، فما حتى احنا ككبار فما بلايس من الفواش في تونس اللي هي قربص أول مرة نجاها، حاجب العيون حتى هي أول مرة نجاها، اكتشفنا فيها بلايس سياحية كبيرة جدا. الله يعطيكم الصحة، ما تسرتوا بالبسكليتات. نشجع كل الشباب انه باش يقوم برحلات المناطق هي. واضح، يعطيكم الصحة سرتوا مع صغيرات هذوما، مع انه يكونوا موجودين بالبسكليتات نتاعهم يشوفوا البلايص. دونك رحلة مهمة برشا. دونك قداش تقعدوا في الهوارية؟ غدا باش نخرج ان شاء الله نابل. غدا باش ننطلق باتجاه نابل. نابل، الحمامات، سوسة، مسير، والنهدية، الشابة، الصاقص، الصخيرة، جابس،
ومطمطه دوز ان شاء الله. يعطيكم الصحه دونك بالبسكليتات نتاعكم باش تعاودوا ترجعوا. دونك سلمنا برشا على الصغيرات، يعطيكم الصحه. يعطيكم الصحه يا سعاد، وان شاء الله ديما فما المبادرات هذيا كما قلت انت الاهداف نتاعها مهمه برشا، التحمل المسؤوليه، يشوفوا معناتها مناطق في تونس ما يعرفوهمش، وهذه اهم حاجه انه اليوم الشباب ياخذوا بزمام الامور. شكرا لك، بارك الله فيك سعاد بن احمد على التفاصيل هذه الكل، بالتوفيق وبرافو على الرحله نتاعكم.